مشاهدينا، صحيفة لوموند الفرنسية وصحيفة إسبانية قالتا بأن سياسة الاغتيالات الموجهة تضع إسرائيل في مأزق داخلي وخارجي. لكن ما هو موقف الولايات المتحدة من تلك التحركات؟ فبحسب 5 مصادر مطلعة لرويترز، الولايات المتحدة قادت جهود دبلوماسية كبيرة لمنع إسرائيل من استهداف العاصمة اللبنانية بيروت أو منشآت رئيسية للبنية التحتية المدنية ردا على هجوم الجولان. بالوقت نفسه واشنطن أكدت عزم مواصلة السعي لوقف إطلاق النار في غزة. إذن الموقف الأمريكي روان يراقب اغتيالات إسرائيل في لبنان وفي إيران، لكن دون رد حاسم وواضح. كيف نقرأ هذا الموقف وماذا في تطوراته؟ ليال قلق ورضا معا، ونفي المعرفة المسبقة بالخطوة الإسرائيلية، هذا ما اتسم به رد الفعل الأمريكي على اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية وفؤاد شكر. حتى اللحظة تنفي واشنطن علمها بمخطط تل أبيب مسبقا، وبالوقت نفسه تحث جميع الأطراف على تجنب الأعمال التصعيدية بدءا من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وتخفيف التوتر بين إسرائيل وحزب الله. Regarding the Middle East. Right now, the path that the region is on. فيما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن المسار الذي تسلكه المنطقة الآن يتجه نحو المزيد من الصراع والعنف والمزيد من المعاناة وانعدام الأمن. من المهم أن نكسر هذه الدائرة، وهذا يبدأ بوقف إطلاق النار الذي نعمل على التوصل إليه. أعتقد أن هذا أمر لا بد من تحقيقه، ثم بالبناء على وقف إطلاق النار لا بد من وضع حد للصراع في غزة وإحلال الهدوء في الشمال بين إسرائيل ولبنان، ثم العمل على تحقيق السلام والأمن على نطاق أوسع، لكن كل هذا يبدأ بوقف إطلاق النار. واشنطن تخشى من تكرار سيناريو الضربات بين إسرائيل وإيران على غرار ما حدث في أبريل الماضي، خوفا من الاقتراب من حرب إقليمية شاملة. لكن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يستبعد حدوث ذلك ويرجح الحل الدبلوماسي. لا أعتقد أن نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله أمر حتمي، ما نريد رؤيته هو حل الأمور دبلوماسيا. أما فيما يخص إذا ما كانت إسرائيل تستطيع خوض حرب في غزة وضد حزب الله في آن واحد، إسرائيل ستقوم بما يتطلب للدفاع عن نفسها، وسنقوم بمساعدتها مهما تطلب الأمر. عدم رغبة واشنطن باتخاذ موقف فعلي من تحركات تل أبيب، يقول خبراء أنه يحتمل أمرين: الأول تجنب الدخول بصراع واسع وأمريكا على أبواب انتخابات رئاسية، والثاني محاولة النأي بالنفس عبر قول وزير الخارجية الأمريكي بأن بلاده ليس لديها علم مسبق بالضربة الإسرائيلية ولم تشارك بها حتى.